يا اخي اخوي الله واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لا اله الا الله. لا تدري الدرحان بغير لا تدري
أني شفعتم شيئا ولا يفيدون إني أنت في ضلال مبين إني آمنت بربكم السعود في الخيج الله قال يا لتغني يا أبونا بأرض أرضي وجعلني من المقربين وما أجنى على قومه ببدنه من هدم السماء وما كنا مزينين إن كانت ناصحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرنا العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما ملكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لنا جميع الذين أحضرون وآتيتنا أمراض الميتة وحيداها وأخرجنا منه حبذا ويأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من عيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم وإما لا يعلمون وآيات لهم الليل أنشق من النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم ليش تصير دليلها أجلد القمر والليل يسابق النهار وكل في فلك يسبحون وآيات لهم أنا حملنا ذريات الكفك مشحون وخلقنا لهم من به ما يركبون وإن سنغرق فلا صريخ لهم ولا هم يقدرون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا الذين آمنوا أرض الملك الشام الله أطعمه إن تقوم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا ساعة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ألا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من أجداد ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا ساعة واحدة فإذا هم جميع الذين أحضرون اليوم لا تظلم نفس شيء أو لا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شيء فاكهون لهم أزواج في ظلال الأنهار خالدين متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قال ابن رب الرحيم امتازوا يوم ايها المجرمون الم اهد لكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين وانا اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا فلن تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصبح اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم واشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على علمهم سبق الصراط فانا يبصرون ولو نشاء لمسناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر ان يكشف من خلق افلا تعقلون وما علمناه الشر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولما أمنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنا أنفهم لها مالكون فضللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون أنصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يرجع
تخشك قلوبهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناهم من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي حكمه قال به العظام وهي رميم قل هي الذي أنشأها أول مرة وهو لكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر خلقا فإذا أنتم توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. شهدت بأنه رب وحيد إذا ثني الورى فله الدوام وأن محمدًا عبده ورسوله عليه أزكى الصلاة والسلام. إخوة الإيمان، تقبل المولى سبحانه وتعالى منا ومنكم هذه الخطوات. إخوة الإيمان، تقبل المولى سبحانه وتعالى منا ومنكم هذه الوقفة وجعلها خالصة لوجهه الكريم، لا نريد منها جزاء ولا شكورا. بالأمس القريب، هذه ليس بالصدفة، وإنما موت العلماء وموت الفقهاء وموت المربين ليس أمرا عاديا أيها الإخوة، إلا أن نرجو المولى سبحانه وتعالى أن يرحمنا قبل أن نلقاه. الأمور ليست على طبيعتها، والله بل أقسم بالله، العالم والمتعلم، الحاكم والمحكوم، الضعيف والقوي، الغني والفقير، إن لم يعودوا إلى المولى سبحانه وتعالى فليعلم الجميع بأن الأمر خطير أيها الإخوة. بالأمس القريب، هذه 9 شهور وشي حاجة، فقدنا الشيخ ديالنا والفقيه ديالنا والمربي ديالنا والعالم ديالنا سيدي الحاج خليل. واليوم نودع أعلام من أعلام مدينة وجدة. كم ضحى في هذه المدينة، والله ما بني مسجدا وما أسست مدرسة وما اجتمع علماء ولا فقهاء إلا كان واحد منهم، بل كان من الذين يشجعون على ذلك. ولا أخشى إن قلت أن فضل المساجد بعد المولى سبحانه وتعالى أستاذ سيدنا مصطفى يعود إلى هذا الرجل، والله لا يعود إلى هذا الرجل. كم دعا وكم جلسنا معه وكانت له في مجلسه مجالسه مكانة خاصة وهيبة خاصة، كنا إذا كنا معه والله لن نتجرأ أن نتكلم بكلمة، لكن شاءت مشيئته. فلو كانت الأعمار أو الأيام يؤخذ منا أو من أبنائه أو من أحفاده ويزيد في عمره لفعلنا هذا، لكن شاءت مشيئة الواحد الديان، الحي الذي لا يموت، الحي الذي لا يموت، وكلنا نموت، كل شيء هالك إلا وجهه، كل باك سيبكى، وكل ناع سينعى، وكل مدخور سيفنى، وكل مذكور سينسى، ليس غير الله يبقى، ليس غير الله يبقى، من عنا فالله أعلى. ربما الإنسان في حياته كانت له سلطة، كان له مال نهابه من أجل مكانته، لكن في موته الشهادة الحقيقية الذي ليس فيها رياء الناس، وأنتم تشهدون بل مدينة وجدة تشهد لهذا الرجل بأنه أدى واجبه في الدعوة وفي العلم وفي الخطابة وفي المسجد وفي الإمامة، بل عاش لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك. فنسأل المولى سبحانه وتعالى ونحن نقف في هذه المقبرة في هذا اليوم المبارك
مع الفقهاء ديالنا والعلماء ديالنا والأولياء ديالنا والصالحين ديالنا، ولا شك أنهم حاضرون في هذه المقبرة. أن يتغمد الفقيد ديالنا والفقيه ديالنا والشيخ ديالنا الحاج محمد المومني المعروف بالحاج التطواني، اللهم تغمده برحمتك، اللهم تغمده برحمتك يا ربي يا ربي. وقف هؤلاء الوجوه ووقفنا معهم، نتضرع ونتوجه إليك أن ترحمه رحمة واسعة، اللهم ارحمه رحمة واسعة، اللهم اعطه كتابه بيمينه كي ينقلب إلينا وإلى أبنائه وإلى أحبابه فرحا مسرورا، اللهم اجعل قبره روضا من رياض الجنة، اللهم يمن كتابه، اللهم يسر حسابه، اللهم اثقل ميزانه بالحسنات، يا ربي اجعله في الظل والظليل، يا ربي ارزقه لذة النظر إلى وجهك الكريم، يا ربي كما قبضت أرواح الأحباب ديالنا والعلماء ديالنا والفقهاء ديالنا، كل مرة كنشيعوا واحد وكل مرة نمشي مع واحد نطلبوا من الله سبحانه وتعالى أن يهون علينا ما فات علينا، نطلبوا من الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا إذا غسلونا وكفنونا وأقبرونا وتركونا في هذه الساعة بين يديه، نطلبوا من الله سبحانه وتعالى أن يهون علينا سكرة الموت، يا ربي لا تفضحنا ولا تخزنا يوم يبعثنا، يا ربي أحسن وقفتنا قبل أن نلقاك، يا ربي كما جمعت بين الحاج محمد والحاج خليل والأب ديالهم في هذه الدنيا وجمعت لهم هذه التربة في هذا اليوم وجعلتهم متجاورون، اجعلهم يا ربي في جوار نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، اللهم إنك تعلم أننا نحتسبه من الشهداء، فنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يكون من الشهداء مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، يا ربي ارحمه وارحم فقهاءنا، يا ربي ارحمه وارحم من فقدنا من الأئمة ومن الخطباء ومن المؤذنين ومن المنظفين المساجد، نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يرحم خدامه، نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يرحم خدامه فوق هذه الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليه، اللهم ارحمه وارحم من بجواره، اللهم ادخله على هذه الأمة بالشفاعة، اللهم ادخله على هذه الأمة بالرحمة، اللهم ادخله على هذه الأمة بالرحمة والشفاعة والبركة، ارحمه يا ربي وارحم موتى المسلمين أجمعين وكاع الأموات ديالنا في هذه المقبرة المحمدية والأموات ديالنا في مشارق الأرض ومغاربها، يا ربي جدد عليهم الرحمات، اللهم ارحم من لا رحم له، اللهم ارحم من لا رحم له، اللهم ارحم بفضلك وجودك جميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، يا ربي إنك تعلم أننا ضعفاء ولا نستحق هذا الكلام الذي يخرج من أفواهنا، لكنك رحمن رحيم ارحمنا برحمتك، اللهم إنك تعلم أنه يكفيه فخرا أنه كان خادما لله ولرسول الله، اللهم إنك تعلم أنه يكفيه فخرا أنه كان يصعد فوق منبر النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إنك تعلم أنه يكفيه فخرا واعتزازا أنه كان يؤم عبادك المؤمنين الصالحين، ورسولك صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، فما بالك بمن كان خداما لأهل الله، فما بالك لمن كان خادما لأهل الله، فنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يكون في الظل والظليل مع موسى وإبراهيم الخليل في مقعد صدق عند مليك مقتدر، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، عندنا شي أصدقاء الفقيه ديالنا والشيخ ديالنا، الفقيه ديالنا والشيخ ديالنا سيدي التازي المربح والإخوان ديالنا قال لي راه مراد من هذا المصاب والزوج دياله، اللهم اشفيهم جميعا، اللهم اشفي يا ربي أحبابا لنا في المستشفيات، اللهم اشفي يا ربي أحبابا لنا في الفارابي وفي CHE وفي مستشفيات جميعا يا رب العالمين، يا ربي إن عجز طبيب الدنيا فإنك لا تعجز وأنت على كل شيء قدير، يا ربي إن عجز طبيب الدنيا فإنك على كل شيء قدير، اشفي كل من يتألم في هذه الساعة، اشفي كل من يتوجع في هذه الساعة، يا ربي قد طار الأمد بأمة الحبيب صلى الله عليه وسلم، يا ربي تعلم أنه لا ملجأ لنا ولا مخرجاً
ولا مهرب ولا مفر منك إلا إليك، أنت القوي ونحن الضعفاء، فلا تردنا خائبين. أمين. فلا تردنا خائبين. أسمع مرضانا ومرضاكم ما يصرون في صحتهم. أسمع مرضانا ومرضاكم ما يصرون في صحتهم. لما خرجنا من هذه المقبرة وقد غفرت لنا، لوليدات ديال الفقيد ديالنا والإخوان ديالنا والأسهار ديالنا والحباب ديالنا ديال سيدي الحاج محمد وكذلك ديال الحاج خليل والأب ديالها الذي هو بجنبهم، اللهم ارض محبتهم صبرا، وارزقهم صبرا للمحتسبين، وارزقهم صبرا الأوابين، اجعلهم من الذين قد رضوا بقضاء الله وقدره، اجعلهم من الذين يقولون دائما وأبدا إنا لله وإنا إليه راجعون. أئمة ديالنا والفقهاء ديالنا والخطباء ديالنا والأساتذة ديالنا، نسأل المولى سبحانه وتعالى وعزاؤنا واحد في الفقهاء ديالنا وفي العلماء ديالنا، نطلب من الله سبحانه وتعالى كما جمع بيننا وبينهم على موائد القرآن والذكر والموعظة والتقوى والمحبة، أن يجمع بيننا وبينهم وبين رسول الله هذا اليوم نلقاه فيه. اللهم توفنا عن تراضي عنه، اللهم اقضي حوائجنا، اللهم شفع فينا خيارنا. هاد الشوفة ديالنا كاع اللي جاوا، وأقسم لكم بالله العلي العظيم أنكم أتيتم لوجه الله لا تريدون من أحد الجد والشكور، أقسم بالله العلي العظيم أن أقدامكم لوجه الله فوالله لن يضيع المولى سبحانه وتعالى هذه الأقدام، لن تذهب هباء منثورا. فنسأل المولى سبحانه وتعالى ألا نخرج من هذه المقبرة إلا وقد غفر لموتى المسلمين أجمعين، إلا وقد رحم موتى المسلمين أجمعين. اللهم ارحم موتى المسلمين أجمعين، ارحم من يعذبون في هذه الساعة في القبور، اللهم ارفع عنهم العذاب، اجعل أقدامكم رحمة وبركة ورحمة على أموات المسلمين أجمعين، لوليدات ديالنا وديالكم، اللهم اجعلهم حفاظا للقرآن، اللهم اجعلهم من العلماء العاملين، اللهم افتح لهم البصائر، ارزقهم النجاح والتوفيق والسداد، اجعل يا ربي أبناءنا وأبناءكم دخرا ومنادا للبلاد والعباد، اللهم توفنا وأنت راضي عنا، اللهم ارفع عنا هذا الوباء، اللهم ارفع عنا هذا الوباء، اللهم قنا شر الداء، اللهم انزل علينا الدواء، يا ربي أخرجنا من هذا الضيق الذي عن طريق قد خرج، يا ربي ارفع عنا البلاء والبلاء وما نزل من السماء أو من الأرض خرج بجاه من صلى بالأنبياء ثم عرج. اللهم شفع فينا خيارنا، اللهم شفع فينا خيارنا، اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم اجمع شتات المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين. يا ربي لا نملك إلا الدعاء، يا ربي ولم يبق لنا فوق هذه الأرض إلا الدعاء، أمرتنا به وعدتنا بالإجابة فقلت وقولك الحق لا يسأم الإنسان من دعاء الخير. حاشاك يا ربي أن ترد وجوهنا أو ترد هذه الوجوه النجيرة تردها خائبة أو ترد أيديهم صفرا خاوية يا رب العالمين، حاشاك يا الله. يا ربي استجب دعاءنا، اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمارنا آخرها، وخير أيامنا وأسعدها يوم نلقاك فيه، واجعل يا ربي آخر كلامنا وكلامكم من هذه الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسول النبي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.